ستضطر لمساعدتي اليوم أيضا أوربانو. أنت تحلمين كارلوتيتا، فأنا لا أساعد سوى حلوتي بامبينو. لكن أريدك أن تساعدني في العمل، لأنني واثقة أنه مع مرض تلك سيزداد العمل فوق في الغرف. قلت لك سترى. أشم رائحة عطري. هو مميز حقا. نعم مميز كرائحة حمار كريم. بينما هنا رائحة البطاطا والبصل. أتعلم أوربانو؟ ماذا؟ أظن أن كارلوتا تلك تريد أن تلقى ضربة بالمقلاة. حبيبتي بقى تصرفت بقى معي بشكل غير لائق، قتلتها. أي لقد قيل لي إن ماريا مريضة، ما بها؟ كيف تجدها رودريجو؟ ماذا؟ بصراحة لا أجد شيئا، هذا غريب. فحسب ما تقول ماريا قد يكون التهابا معويا، سأصف لها شيئا، إن بقي الألم سنجري لها فحوصات. ربما أكلت شيئا حيث كانت تسكن. هي تنكر، لهذا لست واثقا مما تعاني منه. اجلبوا هذه الأدوية من فضلكم. دعوها ترتاح. أفني بها لوبي. نعم سيدي. بالسلامة. لقد خفنا كثيرا. لا تقلق، سنحاول الأفضل. ما بها؟ أنا قلق جدا. أنا عطشانة، أعطني الماء من فضلك. حالك. أنا أخدمها. شكرا أخي. الماء ماريا. أنا من سيفعل. أرجوكما، أقدر أن أشرب بنفسي. أي أرجوك الميس فرناندو، سمعت الدكتور، يجب علينا أن نترك ماريا ترتاح. تعال. لكن لا 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 لا، عليك أن تهدأ لويس. إن كانت ماريا ستكون لك، لا أخوك ولا غيره يستطيع أخذها منك. لا تقلقي حبيبتي، ستكونين بخير. أي فلاتي، الدكتور لا يفهم ما بها، لا يقدر على شيء، فقد وصف لها بعض الأدوية. لا شيء سينقذها، لأن ما تعاني منه لا يشفى بالأدوية. لو رأيت شقيقين وهما يتشاجران على هذه المغفلة، تبا لها. كيف تسيطر على هذا النحو؟ بسرعة سيبكون عليها يا ابنتي، قريبا ستموت. ابتعد عن طريق ماريا. ابتعد أنت. ماريا وأنا مرتبطان، سوف أطلق ليتزوج بها. طلق إن أردت، لكن انسى ماريا، لا تحبك. من لا تحبه هو أنت. إن وافقت أن تصبح حبيبتك فلكي تبتعد عني، لأني متزوج من ثريا، لكن ما أن أطلق هي لي، وأنت لن تجني سوى الخيبة. ستحظى بأكبر إذلال في حياتك عندما تقول لك ماريا أنها لا تحبك، إنها لا تحب أحدا سواي. لا، ماريا لن تفعل بسوء، إن فعلت ذلك لن أغفر لها طيلة حياتي. ماريا كانت اليوم في الحي، ألم تخبريها عن علاقتنا فانيسا؟ لا، بالكاد أراها، لكن هل أخبرتها بيدرو؟ نعم، ألا تريدين ذلك؟ بلى أريد ذلك، علاقتنا حقيقية. ما أخافه هو عندما يعرف والداك؟ أمي أصبحت تعرف، وأفترض أن أبي أيضا يعرف بالأمر. زوجة أخي لويس فرناندو رأتك عندما أوصلتني على الدراجة، وفي الحال ذهبت وأخبرت أمي. وهل وبختك فانيسا؟ على الإطلاق، وإن قالت شيئا فلا أهتم، لأن أحدا ولا شيء سيمنعني من حبك. وأنا لا أقدر أن أعيش من دونك أبدا. سأطلب من الله والعذراء أن تتعافي قريبا ماريا، وأتمنى أن يكون مرضك عابرا. ما يمكنني قوله، هو أنني أشعر فعلا وكأنني أنازع عندما أعاني من هذا الألم المزعج. سوف أصلي من أجلك ماريا، من أجل شفائك. ها
التمنيات بيوم طيب دونا فيكتوريا. إلى اللقاء أبتي. سأرافقك أبتي. شكرا. كيف حالك الآن ابنتي؟ دونا فيكتوريا، أنا لا أريدكم أن تقلقوا، لكنني أتألم كثيرا. ستتعافين ابنتي، تحلي بالصبر. دونا فيكتوريا، ما يحصل لي الآن أدور، هل الله يعاقبني؟ هنا قصر ألدي لا فيغا. أريد التكلم مع ثريا. أوسبالدو تريفينيو، أنت تعرفينني، ولكن أنا لا أنسى مطلقا صوت من يتصل. السيدة خرجت إلى صالون التجميل. في أي ساعة أتصل بها؟ بعد السادسة. شكرا. أهلا بك. مهلا مهلا. تفضل. ماريا ليست هناك. لا ذنب لك إن كان لويس فرناندو يريد أن يطلق زوجته ثريا لكي يتزوج بك أنت. والله لا يعاقب فتاة طيبة مثلك. لوبي لوبي، أنا عطشانة، الماء أرجوك. ما الذي أحسه؟ اسمعي ماريا، ما تعانين منه هو نفس ما عانت منه أمه ثريا. فجأة أصيبت بدوار، إغماءات، ألام شديدة، إلى أن ماتت. أيتها الأرواح الشريرة، هذا الرجل يجب أن يكون لثريا ابنتي. لوبي لوبي، سامحيني سيدة فيكتوريا، لا أعرف كيف أوقعت المياه. سأجمع كل شيء وأجلب المزيد من الماء. إذن والدة ثريا قد مرضت مثلي أنا. نعم، هذا غريب جدا، ولكن هل تعرفها؟ أعرفها، فنحن كنا نعمل معا في شركة دون فرناندو. تريد أن تكلمها؟ إن أمكن. لا، ليس ممكنا، فماريا ابنة الحي مريضة جدا، فهي تنازع. ما بها؟ حسنا، شيء غريب لدرجة أن الطبيب عاجز عن تشخيصه. نانا كاليستا مشعوذة، وهي تعرف تماما كيف تزيل ماريا ابنة الحي. هل كنت واضحة؟ واضحة، واضحة جدا. سيدتي أرجوك سامحيني. حسنا لوبي، لا بأس. أي عمتي، كيف حال ماريا؟ سيئة. أي ثريا، الألم غريب. منذ قليل كنت أكلم ماريا عن أمك. عن أمي أنا؟ نعم، ألم تعرفي يوما كيف ماتت؟ لا. حسنا، هكذا كماريا، مرضت أمك كثيرا مع آلام شديدة ولم يعرفوا السبب، الأطباء لم يفهموا شيئا. نانا كاليستا يمكنها أن تخبرك، فهي كانت قربها عندما ماتت. أيتها الخبيثة، أيتها القاتلة، ما الذي تقولينه يا ابنتي ثريا؟ أعرف الآن من الذي قتلته بأعشابك المميتة. لقد قتلت أمي أنا. أمي، أنت قتلت أمي أنا. لا، هذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا. أنا أعرف أنك قتلتها وستدفعين ثمنا يا مجرمة. لا يا ابنتي، لم أفعل ذلك، أقسم أنني لم أفعل ذلك. بلى، أمي ماتت بطريقة نفسها التي تنازع فيها ماريا. لكن لم أكن أنا المذنبة، أقسم لك لم أكن أنا المذنبة. سوف أغادر هذه الغرفة للتو، وسوف أصرخ في كل أنحاء المنزل، مجرمة قاتلة. ثريا خرجت مضطربة جدا.